الحقيقة السر جانب من عنده اختياري، جانب من عنده غير اختياري، الهداية من الله. ولذلك حينما تقف قبل الدخول على الحسين سلام الله عليه عند ضريحه تقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من نعم الله علينا وعلينا أن نشكره على ذلك أن من علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهدانا إلى النبي وإلى أهل بيته. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الجانب الثاني اختياري، يعني بداية كما أن الله يخلق البذرة، البذرة إذا ما موجودة ما تقدر تسوي لك شجرة، بس الأصل من الله، الله بذرة المحبة وضعها في قلوبنا، أن الله إذا أحب عبدا قذف في قلبي حب الحسين وحب زيارته، وإذا أبغض عبدا قذف في قلبي بغض الحسين وبغض زيارته. نشكره على أن هدانا إلى الحسين سلام الله عليه من جهة، وعلينا المواصلة. المهم هذه جوانب غيبية. الجانب الآخر وهو عملنا أن نبقى متمسكين بحبلهم ونواصل الطريق ونكون نماذج مصغرة عن الحسين. يعني إذا كان الحسين شجاع احنا في مواجهة الباطل نتمسك بالشجاعة. الحسين كان يقيم الصلاة في أول وقتها، نقيم الصلاة في أول وقتها. نحاول نجعله أمامنا حتى يصير إمامنا ونتبعه في كل خطوة من خطواته وخطواتنا.